السلام عليكم. أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس عن تسجيل 134 حالة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19، فيما تمثل 110 مريض للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة. وحسب ما أفاد به بيان لوزارة الصحة، فإن إجمالي الإصابات بلغ 268,718 حالة، بينما بلغ مجموع المتماثلين للشفاء 180,457 في الوقت الذي بقي فيه. عدد الوفيات مستقر عند 6,878 حالة، كما سجلت حالة واحدة بالعناية المركزة، يضيف ذات المصدر مشيرا إلى أن 26 ولاية لم تسجل بها إصابة جديدة. فيرجى أخذ الحيطة والحذر وارتداء الكمامة.